مساء الخير. مساء الخير وجد. بطبيعة الحال هذا صرت سنين. هالشاعر ديالنا عندي باغي نقول لك الموضوع وانت تفل لي في الكلام. بغيت نعرف هذا واش هي مزوجة ولا مطلقة ولا هجالة، واش نعرف شنو كندير؟ ما عرفتش اش غدير، ديرهم بثلاثة وخرج من باب واسع. وسميتها؟ اش بغيتي سميتها؟ لا راه ما بغيتش نذكر سميتها، راه بغيت نقلق للسوق. اه ودابا فهمت. سي فرجي؟ اه حليوة. شوف الله يرضي عليك، ما تكتبش لي هذاك الشيء معقد. حق السيدة راه ما قارياش. وانا غادي نفسر ليها كل شيء، حيت غتجيب ليها البرا نقراها ليها، وخصني داك الشيء اللي كتبتي ليا نفسرو ليها. يلا ستي. أغلى إنسان في الوجود سيداتي الفاضلة، إن القلب لا يعرف التفرقة بين عزيبة أو متزوجة أو أرملة. أعرف الظروف التي تعيشينها وكل ارتباطاتك الأسرية، ومع ذلك اختارك قلبي وسأناضل حتى أدفر بك. فابتسامتك لا تفارقني صباح مساء منذ أزيل الضباب الذي كان على عيني. سأنخذك بكل ما أوتيت من قوة. أكتب هذا الكلام لأني لا أستطيع البوح به، ولقاؤنا سيكون كالعادة، توقيع المجنون المحب. ولا عباد الله، مش كان حلم ولا فريق؟ مريم، مريم دري واش يخرج من هذا الشيء. مش كنت ردى بعباد الله في قوم فرقع درمانة. لا 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 تبايا تنبارك، غادي تمشي تنكر وغادي تقلب علي الكفة. بغيتي الحربة مريم؟ أنا وبوها. الله يلا كاع الرجال مشوهجين العيالات، وانا ولدي ما عنده زهر. توا ملي دخلت مباركه مسعوده. انا لا بعد من الولد، خليه يعيش حياته. ما قتلتي الراجل بالفقصه، بغيتي تقتل تا ولدك؟ واش شفتي هاد الهضره الحاجه؟ راه هي اللي زادت صراتها. واش عباد الله التسعود ديال الصباح هادي وهي باقي نعسه؟ هي انت ما فقصتيش براسك، هي بعدا راه كتفيق في التسعود، مالتها كنتي كتفيق حتى ل11. انا بغيتها غير تكون مره قاده مقدوده وتقوم ليا بولدي. يا ولد انا ود انت كنتي قاده بيا. زينب نعم جدة. شي جاب على الراديو راه كاين واحد البرنامج ديال الطب غيدوج. ديال ساعه الطبخ تحطي. لا انا غير الا عجبتني شي حويجه نقول لكم طيبوها لي. سمعتيني جدة؟ اه هو لاباس، غير جات فيها هي هذيك. انا عارفه لما قلت الهضره. استغفر الله العلي العظيم، واخا تكون جنيه ما غتسمعنيش داكشي اللي قلت في خاطري. جنيه وما كنحشو كلب ان شاء الله. لا لا نوضي بزاف جبل هذاك الكلب، جيب لها الراديو ونوضي ردي الغدا. خلاص
هادو ما فايل كمبيريك قل ما تيعرف العزبه من المزوجه ولا المانا ايوا حياه كبيره تبارك الله. مسعود اسمع اش بغيت نقول لك. ايه مريم بغيت نشوفك دابا. لا بلا ما تجي حدا الدار لقاك في البلاصه فين عطيتك فلوس ديك النهارات. دابا دابا واخا بعيد تحضر. شبيك لوفيك مسعود بين يديك هادي بعيد عرفتي اش درت للطريق عرفتي راه ما عقلت لا على ستوبات ولا على انترجيات الطوموبيلات عطيتهم قتلعه جيتي في الطوموبيل هي هادي وكاع ما عرقتي حين بحال برد زيد قدامي مرحبا شكرا بغيت نشوف كتابه ودايره لي حيحه باش تقول لي سير دير الحوايج ديال مبارك المصبانه ودير فوتوكوبي الورقه باش ما يتضروا الحوايج اختك بخاطر حل ودنك مزيان وسمع اش غادي نقول لك هاد البرايه درتي لها فوتوكوبي بغات تشد لي حياتي اش فيها بغيتي تقول لي ما درتيها فوتوكوبي ما قريتيهاش لا بالعمى واش طلعت على شي حرف كان ماشي ولد با ام نتيقك راني عارفك وفي حقه هو قريتها ولكن ما فهمت فيها والو شي وحده هادي بدات تلعب بعقل راجلي اسمع اش غادي نقول لك اسمع شوفي انا غادي نطير ب 180 في الساعه ونمشي نخلع الشتا ونرجع لعندك لا لا مسعود لا اسمع اش غادي نقول لك هادشي غيبقى غنشوف النهار كله ما بغيتيش تفطري ما عنديش منين يدوز الحب الحقيقي يا مخاصمه تاني مع مبارك علاش ما بغيتي ديري بحال بنات الناس اللي كيحترموا رجالهم بحال ديك الاحترام اللي كنتي كتحترم المرحوم ولدي فهي لن تحبك كما احبك علي خانتر ارجو زينب جيبي واحد الكاس ديال الماء حبك مرضي روبي انت لن تحبيني ابدا ودوزي هيا بنيتي بكويس ديال الماء وصبري ما بقى حد بغى يحترمني في هاد الدار مبارك مبارك نعم الوالدة فين غادي بالسلامة والعافية ما بغيت نهضر معاك ما عندي كان الهضرة يبا دوز تفطر ما عنديش منين يدوز سدود لي الشاهية رجعي انت داك الكاس الكوزينة وجمعي هاد المشاق سمعي نقول لك كاع اللي بغى يفقص ليا ولدي ما عندي ما ندير به في هاد الدار سمعتي واكو كنت كندير لك بحال هاد الشيء كون عمرك ما شبعتي مع ولدي انا اللي حاسه بك جداتي وعرفت المحنه اللي دازت عليك ايوا باقي ما شتي والو يا بنيتي دابا تشوفي المحنه ها هي عقلي عليها جمعي انت دغيا هاد الشيء وتبعيني الله يصبرني انا ليك جداتي امين يا بنيتي امين امين ويستر صافي حاجه جيب لي واحد زدرونج بالليمون السلام عليكم
كون سيدي. معاك السلام. عفاك انت ولد الحياة؟ لا ماشي ولد الحياة، ولكن سؤال شي حاجة. بغيت نسولك على عيال الصدار. عيال الصدار 40 غادي تدوزي من هنايا ياك؟ اه. بغيت تقلب تشوف هاد القليفة هاد الكوان. حكان ما تنقلق على هنا ياك لاباس. والله الا كاينين بشحال ديال الناس كدير فيهم بزاف ديال الخير ما كيقر فيهم شي. لا كاين الناس اللي كتقر فيهم الملح والطعام. فينا قلال بحال هاد الناس. ولكن كاينين خص بنادم غير يحل عينيه ويفتح قلبه ويبانوا ليه. واحد ثلاثه ما يفيها با فرجي. قلت لك ثلاثة متر. الله يثبتنا على الشهادة. ما كاين مشكل بارك الله فيك. فرجي مالك تبط راسك. اللي كنبدا نخمم بعض المرات كنلقى راسي ضيعت عمري بيجي. قلت عليك انت فراسك ونسى المرحومة ودعي لها بالرحمة كيف تندعي حتى أنا مع المرحوم. زعما ما مشاش الحال باقي الامل. افرج الله يديك راه كاينين الرجال اللي كيوصلوا حتى 60 عام و70 عام عاد كيتزوجوا. الله يخليك ما تضحكيش عليا لا هنيا. زعما باقي نسول شي مراه وتجاوبني. باقيين شحال ديال العيالات اللي كيتمناو الرجال بحال كيغطيو لهم راسهم. كيف فرحتيني لا هنيا. الله يفرحك يا زينه العيالات. الا تنيت انت راه انا اللي تنيت. قررت البرا. نعم؟ لا غير اختي مريم باختصار غادي حضر القنقمو وغادي مع الطريق شويه شويه وانا تابعو ما عاقش بيا حيت اخوك داير النضره والكرون كبوط بحال داكشي ديال المخابرات. المهم باختصار تما غادي وصل مصبانه شويه شويه تلفت على اليمين تلفت على اليسار هو يدور الدرع يتوقف عليه صافي هي هذيك. لا الطوموبيل ما تزربيش باختصار طوموبيل ديال داك السيد دريس ولد عمتكم هذا اللي ساكن لهاد الجي وقف عليه بقى تيهضر معاه وانا بديت تنشوف في حق دخلات خفت على داك الماوي يمشي وانا اللي غتجرى فيا غادي ندير تما على خصني نمشي ب 180 ولكن الكامبو زاد وهو كمل على رجليه. مسعود طلق راسك دغيا قول اش طرا. باختصار داكشي اللي طرا غيتعرف فيه الا ما طلعتيليش الدم. باختصار راه بدا تيطلع ليا الدم. باختصار تم غادي دخل القهوة شوية شوية وانا نتبعو هو ريح وانا نقعد تنايا وتجي الناس جاو القهوة دخلو من شافوني وانا ندير بحالي تنقرا في الجورنال وهو دير بحالي تيفطر شوية شوية وهي توقف عليه واحد الزهرة وزهرة تبارك الله دايرة ليميش صافي هي وهو يشوف فيها هز راسو وضحكات ليه وحتى هو ضحك ليها. ايوا ما نكذبش عليك انا كنت تنشوف في الجورنال واش ضحك ليها ولا ما ضحك ليها الله اعلم. المهم قالت لي اش تشرب تتخلص عليه. لا وجات عندي انا وضحكت ليا وضحك ليها وقالت لي اش تشرب. من الاول قول للزهراء هي القرصونه. ما تزربيش يا مريم راه الكلام بدروجو. واخا ومن بعد جابت لي القهوه والبتي بان وانا جابت ليا الجدرونج ديال الليمون وهنا فين طاح لي العجب. فاش طاح لك العجب؟ واه خلى البتي بان في المخبزه وجا خدو في القهوه كان عليه يمشي للمخبز يجيب البتيبان ويجي يفطر على خاطرو باش تعرفي راجلك راه يديه مثقوبه. مسعود ديتي كضرني في راسي. صبري راه الا ما عرفتي حركته وسكناته ما تحيقيش به باختصار شرب القهوه برا وعدا. نوض جمع راسك ما ديتي خبار ولا جبتي خبار نوض. مريم هادشي باش تكرفسي راسك انت تزربي دابا يلاه بغي يبدا الفيلم خرج من القهوه تم غادي نيشان طواله شويه شويه ويتلقى مع واحد السيده لابسه واحد الجاكته ديال الجلد ولبسها الطالون في رجليها وبدات تهنيت ليها جهه الفيلات تاع السبيطار. المهم اش قالت لي شنو قال ليها؟ وركضوا بهاد الحرام اش قال لها واش قالت ليه الله اعلم ولكن انا راه في حياتي شايفها تما مره مره غادي نمشي نهز عليها غير تبان لي ونجيب لك خبارها باختصار. مريم باختصار ندوز للكوزينه. لا وا بنيتي مبارك ماشي ديال هاد الشيء مبارك سربيتي يدي وعارفه شنو كيشوى ما تخليش الشيطان يدخل بيناتكم.
واش انا جدتي تنقول لك لقيت البرا جاتني الخبر باللي المراه لابسه الكوير والطالون ونعت لها جيت الفيلات وانت تقول لي الشيطان بالك تبدل جدتي ولا بغيتي ريي جلسي انت وراجلك وتفاهمي واللي بغى الله هو اللي غادي يكون غدا تجيني الخبر ونعرفها فين ساكنه ومنين انت كيعرفها فين غاديه مبارك للخدمه منين جاي من الخدمه فين بيت في الخدمه الراجل داير ما بغاو انا في دار غفلون لا واه مريم مبارك قبل ما ياخذك كان غادي يحمق وكون كان بغى وحده اخرى ما غاديش يديك لا لا تحرميه هادي ماشي ديال خويا مبارك هادو ما يكونوا في عين مسعود اخ ما بغيتيش تقول لي مالك على حسابك بلي تاني ديك الشحومه مطلع عليك الدم من الراس عافاك مهنيني من هذا الموضوع اها عاتك مالكم وليتو كتبانوا ليا كلكم مبدلين عليا حتى فراجي بحال زيت راجل وحتى راجل اخر مالو هيك شي بس ما كاين عاد الله وصل على داك الكلام اللي كنت نقول لي شحال هادي عاد الله توا كيدبيستو كيدكادو تيت انتك يا صافي نوي تزوج يا ربي تجيب لي شي بنت الناس اللي تستاهلو ويستاهلها في الحقيقه فراجي الله يعمرها طه عينا مسعود ام مسعود اش بغيتي داك الهبيل انت وليدي سبقيني للدار نشوف مسعود واحد الدقيقه ونمشي سمبارك بخير سعود فين غادي طاير غنمشي نضرب معايا الفراش نجيب واحد الطنجينه كلها لا شوف غتخلي الطنجيه تما من بعد راني محتاجك واش بغيتي مسعود العادي ولا المسعود ديال المخابرات اجي انا غادي نفسر لك انا خويا مبارك ما فهمتكش علاش كتهضر تسمع مركزش معايا دماغك مع القص والطناجي وكندويك على داك الاستاذ الطويل اللي كان ساكن حداكم اللي كان باغي يخطب مريم داك راجل الجليله لا راجل لا فضيله وكنقولك باغي يخطب مريم اختي مريم لا مريم فخر الدين انا نتحبوش اختي مريم وكندويك على اختك بنادم صافي 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 راه داك الساندويتش بعدا الريحه صاحبي نشوف ايه نحس به كي داز واه لا فنبوك كان اختي تجوج بها انت عرفت تجوج بها ولكن قبل مني كان باغي يخطبها واحد السيد كان ساكن حداكم ومن قبلك ليه تبت معايا يا مسعود الله يجازيك بخير واش كون قبلت لي غنتزوج بها انا كنقول كان باغي يخطبها كان ساكن حداكم شنو سميتو ايه مراد الاستاذ ولد مول الفران هذاك مراد فين هو دابا اي عاود رجع فين مشى بعدا كنتزوج معاها شي فرنسويه امها من هولندا وباها من البرتغال ومشى يعيش في الميريكان اييه وهاد اللي ما تبان هنا اش ما يبان انا اللي مشى باقي جايبان دابا انا اللي مشيت للطريان باقي غادي نعاود نرجع هي راه من المانيا وباها من الصبرين وامها من السويد وبيدوزو الفاكونس في المان واش بعاود يرجع فضلك اصاحبي خويا مبارك انا فيك داكشي اللي في الميكا واخا ما عنديش مع الفلوس شكرا الطالون واللبسة ديال الكوير وفيلات اللي حدا السبيطار هادشي ما بقاش ديري تسكت عليه شوفي بلا ما تزربي عليه وديري لي داكشي ديال الدراري الصغار ضربني وبكاس بقني وشكا شوف الله يرحم باك ولد الناس وبلا ما بدات تعدي وبدات تكتب في البراوش مش جديد بحال ايام سن المراهقه تلاقينا خوت نتفرقوا خوت شوفي دابا تخرجي من رونتك وتقولي شكون زفت لك هاد البرا هادي هكا وعلاش كون صرت الكبره ياك ما لقيتيها في جيبي ولا في الساق ديالي البرا انت اللي مخبيها اللي بغى يضحك الله هزيت السروال وطحت منه ايه انا اللي درتها في الجيب ديال السروال فين بغيتيني نديرها تدار ليك تدخل لها بوجهك ما تدخلش في عينيك غادي تحترمي راسك دابا فهمتي هاد البرا هادي لقيتها البارح فاش كتدخل للخدمه تحت الباب وهاد الزيت اللي مسيفتها راه دير فيها المواصفات انا لا يهمني ان تكوني متزوجه او عازبه او ارمله او 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 ماشي اخلاقي وماشي تربيتي وزيدوني الا كنت انا في الدار مزوجه راه كاينه العزبه وكاينه ارمله الهجاله زعما عرفتي كتخرجي فمك شو بغيتي تقولي هاد السيده مصيفطها لامي ولا لزينب لا جده الا تيقنا كلامك بلي لقيتيها عند الباب وماشي انت اللي كتبتيها انا وصيفطها احترمي راسك انا ما كنكتبش على مريم فهمتي وهاديك السيده اللي كتقولي لها جاله راه هي امي دخلنا عليك بالله واش ديك البرا لقيتيها وما كتبتيهاش دخلنا عليك بالله واش هذا خطي شحال من برا كتبت لك مريم كنتي كتعيط عليا باش نترجم لك شنو كاتب هذا الميم ديالي ها هذا الصاد ما
مزيان سعود، ما كنتش كنعرف واش انت حشومي بحال هكا. زين انا ما فهمتش. قول شنو ما درتي؟ كيفاش؟ قول لي يا مسعود، هذاك الكلام اللي كتبتي ليا في البرا ما تقدرش تقولوا لي دابا في وجهي؟ داك شي الاسرار، الاسرار. وحنا ما بيناتنا اسرار. شكون نتوما؟ انا وياك. هوي مالي انا وياك؟ كتبتي البرا ولحت عليا من تحت الباب. اش من الباب؟ الباب ديال الدار. اين دار هادي؟ ولي مسعود واش انت باهي ولا مالك؟ الباب ديال الدار اللي دخلتي منه. قول لي لقاو تحت منه البرا. انت قريتي. اش بالله قرات؟ بركه من لعب الدراري يا مسعود، راه كلشي في الدار عارف بلي انت كتبتي البرا وصيفطيها ليا. البرا ديال الطلاق. عرض داك الكاس. لا 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 لا، عمر هادشي ما كان عندنا في هاد الدار. يلاه بغى يولي، واش مشكل يتزاد علينا؟ بلا ما تبداي كتمعني، الحمد لله صافيه مع راجلي ومع اللي خلقني. لانو الشيطان راه ما طيحاش عندنا نروح في هاد الدار، خاصنا نوليو ضحيه ديال واحد مصرفق. ياو هاد المصرفق مالو ما كترمي هاد المراه قبل ما تدخل مراتك للدار. صافي امي. هدا 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 هدا، طاحتو جبرناها. ما يكون غير هاد الشحموم هو مول هاد الفعيل، هو اللي انت ما لبد ليا في الكوزينه. هذاك اللي كتقولي عليه الشحموم راه خويا، وما يمكنش ندير بحال هاد الشيء. اش درتي اختي؟ هذاك البرا اللي لحتي من تحت الباب. ديك العزيزه ندير لها فوتوكوبي. الله اكبر، بالحق. غير بلاتي امي، غير بلاتي، غادي نفهم كل شيء. فهمنا فهمنا وليدي فهمنا. انا كنظن باللي هذاك اللي صيفط البرا راه عرف لما صيفطها. قريب. اهلا الفراجي، زيد دخل. اش بدا ديك الحصيصه ديال المخبز لاله هنيه؟ لالك هنيه طالع على القرض للسطح. اش واقع؟ لقاو شي بريه وصيفطها شي واحد لشي وحده هنا للدار. بريه وعرفوا شكون؟ لا باقي. لاباس. اش فين غادي؟ ماشي حتى يفكوا مشكلهم. فراجي دعي معايا، عفاك يكون مسعود هو اللي كتب هذيك البريه. راه ما يمكنش. واش عرفتي؟ ما عرفت والو. السلام عليكم. اشكون زينب؟ أغير فراجي عوينتي. أزيد فراجي زيد، أنت ماشي براني علينا. يلا زيد. هل حسيبة للهنية؟ من بعد فراج كون عندي الأسلوب باش مكتوبة ديك البرا كنت دابا أنا في الطاليان. إيوا شتي يا فراجي، شفتي الشموتيه اللي ولات عندنا في الدار؟ اجد الله يديك، ما كاينه شموتيه لا والو. هضر شي واحد غلط كان باغي يلوح هاد البرا تحت شي دار ولا حتى تحت دارنا. الله اعلم، كلشي تعرف تحت راسو الا بنادم. بغيتي الصراحه؟ انا ما شاكه لا في مريم ولا في زين. ايوا اش بغيتي تقولي؟ انا لا زعما شاكه فيا انا. ما نعرف، سولي راسك. ايوا لي نفرض انا كاع جاياني هاد البرا، انا ما دايره لا بيديه ولا برجليه، وإلا كانت جاياني نيت وعرفت شكون هاد البهيمه اللي مصيفطه ليا ما غادي يفكني مع غير المخزن. او لا لا فراجي، اهلا مازال ما عرفتو كاع شكون. مازال الحمد لله. اجيو هاد البريه ديال الغرام ديما كتكون هذاك المصيفطه داير فيها ريحته. شمش ما مسعود؟ انا نشم، واخا ما عنديش مع هادشي ديال الشمه في الحقيقة ما فيهاش ريحة الغرام، هادي فيها ريحة الحراق 100%، فيها ريحة الكرواسة. كرواسة؟ بصراحة الكلامكم شيق وأنا وقتي ضيق ونمشي بلا ما نهيق. ولا لا 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 حبي.